المأكولات اللي بتحمي القلب. موضوعنا اليوم مع نتالي ياغي. صباح الخير نتالي. صباح الخير، كيفك؟ حلو الموضوع. هيدا موضوع حبيت احكي عنه لانه في سيده من بين المشاهدين طلبت انه نخصص حلقه على القلب، وخاصه عن الاشخاص اللي عملوا زرع قلب. دونك رح احكي عن شو هي اهميه التغذيه تنضلنا حتى اذا قلبنا ما بيشي كيف نضلنا محافظين عليه، وكمان شو هن شو هي الحمية الغذائية اللي الأشخاص اللي عملوا زرع قلب شو لازم على شو لازم ينتبهوا. رح بلش بالسؤال اللي طرحته المشاهدة، عم تسأل شو النظام الغذائي المنيح لأشخاص عملوا زرع قلب. هلأ أهم شغلة لازم ننتبه لها وقت اللي شخص يكون زرع قلب إنه يكون ينتبه على وزنه. يعني ممكن إنه بعض الأحيان هالشخص اللي زرع قلب يكون وزنه تحت المعدل، دونك مهم كتير إنه يحاول يوصل لوزن صحي. ليش مهم؟ لأنه ما ننسى إنه القلب مثل بقية العضلات، إذا نحن ما كنا عم ناكل بطريقة سليمة صحيحة وما كنا عم نتناول كميات السعرات الحرارية اللي جسمنا بحاجة إلى، ممكن هيدا يأثر على أكيد نشاط القلب. شغلة تانية لازم ننتبه لها، إذا هالشخص بالعكس عنده يمكن زيادة وزن بركة من وراء استهلاكه بعض الأدوية، لأنه في أدوية ممكن أنه يكون عم بياخدها الشخص اللي زرع قلب ممكن أنه تخليه يزيد، وهلأ رح أحكي عنهم، يزيد وزنه. مشان هيك مهم كتير أنه هالأشخاص يضلوا محافظين على وزن ثابت، لأنه زيادة الوزن أو كمان نقص بالوزن ممكن هذا يكون شيء سلبي لشخص بيكون زرع قلب. نقطة أساسية كمان لازم ننتبه لها هي استهلاك الملح. الأشخاص اللي بيكونوا زرعوا قلب هن أشخاص عم بياخدوا يمكن كورتيكويد لفترة طويلة من الزمن، مشان هيك مهم انه ينتبهوا اكيد على كميه الملح اللي عم ياخذوها. هلا اكيد حسب معدل الدواء اللي عم ياخذوه، بس لازم ينتبهوا انه كل المعلبات اكيد يتجنبوها، ينتبهوا على الملح المغطى او بالاحرى الملح اللي منه مبين اللي مش ظاهر بالمأكولات الحلوه، لانه كمان المأكولات الحلوه ممكن انه يكون فيها كميه ملح مضاف كرمال للمحافظة على هالمأكولات. كمان هالدواء اللي عم ياخذوه عادة لازم كمان بعض الأحيان ممكن إنه يأثر على معدل السكري عندهم، خاصة إذا كان عندهم غير مشاكل صحية، دونك كمان هذا الشيء لازم ينتبهوا له. بالإجمال أهم شيء إنه الأكل اللي يكون نظيف مغسل مظبوط محافظ عليه بطريقة سليمة، إذا كان ما ياخذ ميكروبات كمان مظبوط، لأنه المناعة ممكن إنه تتأثر. فإذا هدول هن الأشياء بالإجمال. هلا أكيد مثل ما دائما بقول النصايح اللي بنعطيها يمكن على التلفزيون هي نصايح عامه، وبالنهايه تنقدر ناخذ النتيجه الصحيحه لازم اكيد يكون الحميه الغذائيه مخصصه له. بنتقل هلا ستيفاني لصحه القلب بالاجمال، شو هي المأكولات اللي نحن لازم ننتبه لها ولازم ندخلها بنظامنا الغذائي بشكل مستمر؟ ما راح اقول على شو ما لازم ناكل، لانه بعتقد صارت الناس تعرف انه لازم نتجنب المقالي ولازم نتجنب المأكولات الدسمه وكثره السكر، بس كمان لازم ندخل مأكولات اضافيه تنضلنا عاطين قلبنا الصحة اللي هو بحاجة إليها. نحن أول شغلة لازم ننتبه لها بنظامنا الغذائي هي أنه نتناول، خاصة إذا نحن عنا ميول يكون عنا ارتفاع بالكوليسترول، مهم كتير أنه ندخل دايما هيدا الشيء يمكن دايما ننسي، هو الألياف، وخاصة الألياف اللي بنسميها نحن soluble fibers اللي موجودة اللي هي عادة بتمتص المي. هالأنواع من الألياف بتساعد لتخفيف تخفيض الكوليسترول بالدم. وين بنلاقيها هالانواع من الالياف؟ هالالياف هي موجوده معروف اكثر شيء فيها هو الشوفان.
شوفان هو من أهم مصادر هالأنواع من الألياف. الدراسات فرجت أنه استهلاك هالأنواع من الألياف بكمية معينة يومياً على فترة بتساعد لتخفيض معدل الكوليسترول، هي بحد ذاتها يعني بدون غير عوامل إيجابية ممكن أنه ندخلها بنظامنا الغذائي. دونك بدنا ناكل شوفان، بدنا كمان ناكل لأنه نحن ما نفكر دايماً بالمأكولات، يمكن اللي نحن منا بمأكولاتنا التقليدية الحبوب، الحبوب مثل الفاصوليا مثل العدس الفول هي من المأكولات الغنية بهالأنواع من الألياف. دونك لازم بالإجمال ناخد مرتين وليش لا ثلاث مرات بالأسبوع كمية معينة من الحبوب كوجبة أساسية. ما ننسى أنه بتعطينا كمان حديد وبتعطينا كمان بروتينات جيدة. دونك الحبوب هي من أهم هالأنواع من الألياف، مصادر الألياف. نحن عنا كمان الخضرة بتحتوي على هالألياف، هاي من أهم الخضرة. عنا الأردشوكة، عنا البامية، الملوخية، هولي أنواع من الخضرة المنسية يمكن، بس كمان هي مصدر جيد للألياف. ومصدر كمان يمكن ما بنعرف عنه بعد هو بذر الكتان. بذر الكتان هو من أهم مصادر الألياف، وملعقة بذر الكتان تحتوي على كمية كتير مهمة بالنسبة لقياس الملعقة، كمية كتير مهمة من الألياف، خاصة هالألياف اللي كنت عم بحكي عنها الألياف السوليوبل فايبرز. غير أنه البذر الكتان مصدر كتير مهم أكيد للأوميغا 3. دونك هيدي وقت اللي بدنا ننتبه لقلبنا، خلينا ندخل هالأنواع من الألياف كمان على حميتنا الغذائية. هلا أكيد السمك مهم، أكيد مصدر الأوميغا 3 مهم مرتين بالأسبوع، لأنه مثل ما كنا عم نقول بالأول مهم كتير نضلنا محافظين على معدل معين من الدهون بالدم، ما نخليه يرتفع. ومن أهم المأكولات اللي بتساعد لمكافحة ارتفاع الدهون بالدم خاصة التريغليسيريد هو استهلاك كمية كافية من الأوميغا 3. وما نخاف من السمون، لأنه كتير أوقات بنسأل بيقولوا لي طب بس أنه كيف بتقولوا لازم نخفف الدهون بس السمون باردون فيه كثير دهون، بضل السمون معدل الدهون بالسمك وخاصة بالسمون أقل من كمية الدهون اللي موجودة باللحم الحمراء في أوميغا 3 كمان، وأكيد نوعيته هي نوعية جيدة جدا. كمان مهم كتير تنضلنا محافظين على قلب بصحة جيدة، لازم ندخل كل المواد أو المأكولات اللي بتعطينا مواد مضادة للتأكسد. وهون أنا عم بحكي مش بس كفيتامينات، عم بحكي كمان كمواد موجودة بالخضرة والفواكه منا موجودة بالمكملات الغذائية، اللي هي بتعطي أكيد فوائد إضافية على المأكولات اللي عم ناخدها كمواد مضادة للتأكسد. وهون أنا عم بحكي عن نحن دائما بنقول اوكي انا ما بدي اكل خضره وفواكه، ما بحب الخضره والفواكه، راح اخذ مكملات غذائيه. بس لازم نعرف شغله انه الاكل ما بيحتوي بس على فيتامينات او على عنصر معين، المأكولات هي اتس هول، يعني بتحتوي مش بس على الياف، بتحتوي على فيتامينات وكمان على فايتوكيميكلز اللي منا موجوده بالمكملات الغذائيه. دونك مهم كثير ناكل هالمواد هاي، ما ناخذها كسبلمنت، لانه بالنهايه فوائدها اكيد بتكون 100% افضل. الناس بيفكروا انه اذا اخذوا سبلمنت احسن على صحه السلامه، الواحد بيريح راسه، اليوم اخذت هالحبه صح، دونك اخذت هالكميه مثلا الكالسيوم من الفيتامينز صح. من بيخافوا اوقات مثلا اذا اكلنا اليوم سمون وبعدين ما اكلنا ما نكون اخذنا الكميه الكافيه من الاوميغا 3 يلي بتساعدنا للدماغ لكذا شغله. بقى ليه اوقات احسن ناخذ الاكل من الاكل الفيتامينز مما ناخذهم سبلمنتس؟ اول نقطه لازم نعرف انه المكملات الغذائيه ما لازم ناخذها عشوائيا، لانه معظم هالمكملات الغذائيه بتحتوي على معايير فيتامينات ومعادن كثير اعلى من ما يمكن نحن بحاجه. واذا نحن اشخاص مش بحاجه ناخذ هالكميات هاي،
بنكون عم نضر حالنا. يعني الشخص اللي مثل ما في نقص بالفيتامين يعني في حسب شو هو الفيتامين طبعا. او المينرال اللي نحن عم ناخذ زياده منه. يعني عم تحكي عن الاوميجا 3، في اشخاص اذا كثروا من استهلاك الاوميجا 3 ممكن هذا يؤدي لاشتراكات بسيالين الدم. دونك نحن ما لازم ناخذ عشوائيا مكملات غذائيه. الافانتاج بالاكل انه ما في حتى إذا ضرر. كترنا من استهلاك يمكن بعض المأكولات منضلنا ما منوصل لل يمكن المعايير الموجودة بالسبلمنت. وشغلة تانية كنت عم بقول عنها قبل، أنه الأكل أو مثلا حبة الفواكه فيها فيتامين سي، فيتامين صح. آ، ألياف، وفيها زيادة فايتوكيميكال منا موجودة بالمكمل الغذائي. هلأ أكيد في أشخاص بحاجة ياخدوا مكملات غذائية أكيد، ولكن الطبيب او اختصاصي مضبوط لازم يكون في تقييم لحاله الشخص قبل ما نقرر ناخذ مكملات. دونك بضل النظام الغذائي المتوازن هو اهم شغله فينا نعطيها لحالنا، وبعتقد اوفر شغله فينا نقدمها لقلبنا. ثانك يو ناتالي، نرجع بنشوفك بكره ان الله راد. مشاهدينا وقفه منتابع القلب.